أنا عايز أقول من المناسب في هذه الجلسة المهمة أن نذكر أن البيانات الثلاث التي خرجت عن الكنائس المصرية الكبرى بيانات وطنية حمت مصر من أي تفتيت أراده الإخوان الغير مسلمين لمصر، رغم الألم والمعاناة، رغم القهر، رغم ما حدث في المنيا وأسيوط والأقصر وسوهاج وبني سويف، رغم ما حدث للراهبات في بني سويف، ماذا حدث لهم؟ هذه جرائم لا إنسانية، هذه جرائم حيوانية. ورغم ذلك خرجت البيانات وطنية بمعنى الكلمة، فالكنيسة المصرية التي عمرها أكثر من 20 قرنا هي سببا رئيسيا في استقرار هذا الوطن. وقد كتب علاء الأسواني منذ يومين مقالا يحيي فيه المسيحيين، وقد رددت عليه: وهل كان المسيحيون يوما غير ذلك؟ لا أبدا، المسيحيون وطنيون وتجذروا في هذا الوطن، وهم جزء رئيسي من هذا الوطن، ومهما فعلوا سيظل المسيحيون والمسلمون جسدا واحدا. شكرا.